يا ترى ايه اللي بيحصل في البنك المركزي في الشهور الاخيره، وازاي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي قدر يكسب الرهان في ملف الدولار، وهل اللي بيحصل ده معناه ان مصر خلاص عبرت ازمه العمله؟ بانكير نبض البنوك. هنا في بانكير وعبر منصاتنا المختلفه قلنا لحضراتكم من اول يوم لحسن عبد الله في البنك المركزي ان الراجل ده مش جاي يهزر، وان عنده هدف وتكليف واضح من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومش هيتنازل عنه، وهو حل ازمه نقص العمله والقضاء بشكل كامل على السوق السوداء للدولار واعاده الثقه من جديد في القطاع المصرفي المصري ومنع تعدد سعر العمله الامريكيه. والحقيقة حسن عبد الله كان على قدر التوقعات، وقدر بحنكة وذكاء وقدرة على التواصل مع كل الأطراف إنه يحقق إنجازات مهمة في وقت قصير، وتقريبا كل الملفات الشائكة اللي كانت سايباها الإدارة السابقة ليه في البنك المركزي قدر يفككها وعرف يقضي على معظم المشاكل المتعلقة بالعملة الأمريكية. طب ايه اللي عمله حسن عبد الله تحديدا يخلينا نقول اللي بنقوله دلوقتي؟ خلينا نتكلم بلغة الأرقام، وهنمسك ملف ملف ونقول حسن عبد الله عمل فيه ايه. وأول ملف هو ملف إعادة الثقة في الجهاز المصرفي وإقناع المصريين في الخارج بتحويل فلوسهم في البنوك المصرية وعدم تسريبها للسوق السوداء، وتقدر تقول إن حسن عبد الله حقق امتياز في النقطة دي. فوفقا لآخر أرقام للبنك المركزي في ارتفاع كبير حصل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وخلال شهر يوليو اللي فات بس التحويلات زادت بمعدل 86.8 لتسجل 3 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في شهر يوليو 2023 في سابقة لم نشهدها من قبل مع بداية رصد بيان تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وخد بالك الزيادة دي للشهر الخامس على التوالي. وقياسا بشهر يونيو اللي سجلت خلاله 2.6 مليار دولار فالتحويلات زادت بمعدل 15.9%، وبكده سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2024 زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى 15.5 مليار دولار. نروح بقى لملف اخر مهم وهو ملف الاحتياطي النقدي. حسن عبد الله عمل فيه انجاز واري منتدى تاريخيه، وفي اخر تقرير اعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه في شهر يوليو بنحو 108 مليون دولار ليصل لمستوى 46.597 مليار دولار مقابل 46.489 مليار دولار في يونيو 2024، وده مستوى ما وصلش ليه احتياطي مصر من النقد الاجنبي ابدا. طب والسوق السوداء بقى اخبرها ايه مع حسن عبد الله؟ اكيد حضراتكم لاحظين ان السوق السوداء انتهت وان شاء الله بلا رجعه، خصوصا مع تحسن الموارد الدولاريه وارتفاع النقد الاجنبي القادم الى مصر، وده معناه ان مفيش خلاص تاني مضاربه على العمله. كمان حسن عبد الله قدر يوفر التمويلات اللازمه للافراج عن البضائع اللي كانت متكدسه في الموانئ، وده ساهم في انخفاض اسعار سلع كتير جدا في السوق المصريه. كانت معاكم ساره مجدي من بانكير. بانكير نبض البنوك.